مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. اسأل الرئيس. القاهرة دار السلام تعاون من أجل إفريقيا. وزير الري يجب مصارحة الشعب بأزمة المياه. ضبط أكبر عصابة لغسل أموال المخدرات. وإليكم تفاصيل النشرة. مباشرة وبدون وسائط وجه سؤالك للرئيس شخصيا. فقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة جديدة ضمن مبادرات اسأل الرئيس لاستقبال أسئلة المواطنين خلال الفترة من اليوم 10 من يناير وحتى 15 من يناير الجاري. ويتلقى الرئيس أسئلة المواطنين حول كل ما يتعلق بفترة رئاسته الأولى، وسوف يجيب الرئيس عن الأسئلة الواردة من المواطنين يوم 15 من يناير. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق مبادرة اسأل الرئيس قبل شهور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وأجاب عن الأسئلة التي تشغل بال الرأي العام الداخلي والخارجي خلال لقاءاته المتتابعة بالشباب في المؤتمرات للشباب، إذ كانت برامج المؤتمرات تتضمن لقاء خاص بعنوان اسأل الرئيس، يتضمن هذه الأسئلة ليجيب عنها الرئيس باستفاضة. في سياق آخر، أبرزت وكالة رويترز الدعم الكبير الذي يلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل البرلمان وسط دعوات متزايدة للترشح لفترة رئاسية ثانية، قائلة في تقرير نقلته صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس السيسي يحظى بدعم ضخم، حيث 3/4 البرلمانيين يدعونه للترشح لولاية ثانية، بينما لم يعلن الرئيس رسميا عن خوضه السباق الرئاسي. وتنص اللوائح الانتخابية في مصر على أن المرشحين المحتملين يجب أن يحصلوا على دعم ما لا يقل عن 20 عضوا في البرلمان لترشيحهم، أو دعم ما لا يقل عن 25,000 ناخب في 15 محافظة على الأقل. في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري الوزير سامح شكري، قال وزير الخارجية التنزانية أغوستين ماهيغا إن العلاقات بين القاهرة ودار السلام رائعة في كافة المجالات، موضحا أن البلدين لديهم تاريخ من التعاون والشراكة، بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، مشددا على أن بلاده تدرك أهمية التعاون مع مصر، معربا عن تطلع بلاده للتعاون بصورة أكثر في الاتحاد الإفريقي، خاصة أن مصر نجحت في التعبير عن الأجندة الإفريقية في مجلس الأمن. داخل البرلمان، استعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري خطة الوزارة الاستراتيجية للحفاظ على المياه، والتي تعتمد على عدة محاور سواء في التوعية، الترشيد، تنمية الموارد وتوفير البيئة المناسبة والتدريب، مشددا على ضرورة توفير البيئة المناسبة لاستراتيجية المياه، وذلك من خلال مصارحة الشعب المصري بأن لدينا مشكلة مياه وأزمة في المياه بشكل عام، وإننا قادرين على التعامل معها والتصدي لهذه الأزمة من خلال وضع مجموعة من الحلول، معلنا عن وجود مشروع قانون جديد بشأن الموارد المائية يجرم التعدي على نهر النيل والمجاري المائية. في واحدة من أقوى الضربات الأمنية، نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في ضبط تشكيل عصابي تخصص في جرائم غسل الأموال والإتجار في المواد المخدرة بجنوب سيناء، بعد أن نجحوا في غسل 50 مليون جنيه عن طريق إيداع جزء من أموالهم بالبنوك وإجراء بعض المعاملات البنكية، إضافة إلى شراء الأراضي وتأسيس شركات وأنشطة تجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال. اعتداء جديد على الأقصى، فقد اقتحم مستوطنون متطرفون وطلاب يهود المسجد الأقصى المبارك، ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين المقتحمين، بداية من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في ساحات الأقصى خروجا من باب السلسلة، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية، إلا أن عشرات المصلين من أهل القدس والداخل المحتل توافدوا للأقصى منذ الصباح الباكر وانتشروا في باحاته ومصلياته لقراءة القرآن الكريم وتلقي دروس العلم وسط تصديهم لاقتحامات المتطرفين وتدنيسهم المسجد. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء.